حسان خالد حصلت على عده القاب وطنيه ودوليه، واخر لقب هو بطوله العالم اللي حصلت عليه مؤخرا، واللي وكان حزام بطوله العالم في المملكه الاحترافيه. البدايه ديالي كانت بطبيعه الحال في النجم الاخضر، نادي النجم الاخضر اللي كيكون في حي الفرح اللي هو الحي ديالي، المدرب هو قطاني حسين، ومن بعدها التحقت النادي الفتح الرباط، وكذلك حصلت معاه على بطوله المغرب وعده، ودخلت الفريق الوطني وحصلت على عده القاب دوليه، ومن بعدها دزت الملاكمه الاحترافيه اللي حصلت فيها على بطوله افريقيا، وكذلك اخرها هو بطوله لقب بطوله العالم للملاكمه الاحترافيه. خالد ادى واحد التقنيه مستوى عالي وشرف البلاد، وتنتمناو ان شاء الله غادي يزيد، مازال باقي عنده، باقي ان شاء الله عنده ما يزيد في الملاكمه. كاين ابطال اخرين ثاني ان شاء الله اللي غادي يكونوا بحاله. حبشان خالد البطل العالمي يمكن يكون هو مثال ديال الصبر والتحدي، لان انسان اللي خرج من واحد البيئه عاديه وصل انه الاسم ديالو يسطع في الصعيد العالمي. ما يمكن لي نقول على خالد حبشان الا المسيره اللي قضى معايا واحد السنه او سنتين في الفتح الرباطي اللي حرص فيها على بطوله المغرب، وكانت انا ذلك الانطلاقه الحقيقيه ديال حبشان خالد اللي التحق بالفريق الوطني واكد انه ملاكم يقدر يمشي بعيد. والان حنا في هذه المرحله اكد حبشان انه بطل ويستاهل اللقب العالمي، وكنتمناو ليه مسيره موفقه.